سادتي مشاهدي قناة الكميل الفضائية، متابعي وجيه هم بالحسين بنسخته الثالثة، وصلنا وإياكم إلى المشترك محمد أمير عبد الحسين. الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة أن وفقنا لخدمة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الرسالة الأولى هي رسالة شكر، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. شكرا جزيلا لإدارة هذه القناة الطيبة المباركة على هذا العمل والمجهودات الجبارة صراحة اللي شفناها هنا في الكواليس. شكرا لوجيها بالحسين، شكرا لكم أنتم يا عيون الخدمة الحسينية، لكم فضل كبير في إظهار هذه الصورة بأبهى حلة اللي نشوفها حقيقة هي صورة رائعة جميلة طيبة بهية، ولكن الجهود المبذولة هي من قبلكم، فأجزاكم الله خير الجزاء ونحولكم على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله أن يجعلنا وجهاء في الحسين في الدنيا وممن ينظر إليهم في الآخرة. شكرا جزيلا لكم وأجزاكم الله خير الجزاء. عليكم السلام ورحمة الله. محمد أمير عبد الحسين التميمي، محافظة الديوانية، 28 سنة. وفقنا الله وإياكم للسير على نهج إمامنا في الدنيا ونيل شفاعته في الآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا. ما شاء الله رقدوا ما شاء الله. طالت علينا طالت علينا يمين طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الله 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 أحسنت أحسنت. بارك الله بك. طالت علي ما شاء الله. طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو، فاكحل بطلعتك الغر لنا مقلا. الله الله جميل 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 جميل. فاكحل بطلعتك الغر لنا مقلا، يا صاحب الزمان يكاد يأتي على إنسانها الرمد. يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان. إذا أعياك من دنياك داء، طبعا الكلمات
للسيد رضا الهندي الشاعر المعروف المرحوم. الله عليه. قصيدتي إلى سيدة الوفاء، إلى السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. إذا أعياك من دنياك داء، وعز عليك أن فقد الدواء، توسل بالعقيلة، توسل بالعقيلة على حب زينب. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا أعياك من دنياك داء، وعز عليك أن فقد الدواء، توسل بالعقيلة، توسل بالعقيلة، توسل، توسل بالعقيلة، توسل بالعقيلة، توسل، توسل بالعقيلة، توسل بالعقيلة. والأخيرة، إذا أعياك من دنياك داء، وعز عليك أن فقد الدواء، توسل بالعقيلة، توسل بالعقيلة، توسل بالعقيلة. الأخيرة، توسل، توسل بالعقيلة، توسل بالعقيلة. تحرى الأدى بقاع الشام قبر به لله يرتفع الدعاء. الشاعر محمد الحرزي. تحرى الأدى بقاع الشام قبر به لله يرتفع الدعاء. لزينب والطرفك مستغيثا، لزينب والطرفك مستغيثا، فأدنى ما يبادرك السخاء، فأدنى ما يبادرك السخاء، ولذ بجوار خدر بني نزار، بمن شرفان تلوذ بها السماء، توسل بالعقيلة، توسل، توسل بالعقيلة. بدو الجواب الله هل يؤمن بكم؟ توسل، توسل بالعقيلة، توسل بالعقيلة، توسل بالعقيلة، توسل بالعقيلة.
كربلاء تبكي لها عين السماء أي ولي رزق الشام تبكي كربلاء هيفا إليها قد سبع فخر النساء حبلوها شد بابن الخيرتين حبلها شد بابن الخيرتين الله يوفقك علي وسيدي عاملي أحسن يا عيني هاي مال شبويق يا أبو جاسم الله ما شاء الله بطل حبيبي محمد عفية النوب فصيح ويلي نعم دكتور عماد الزبيدي بعد قامت له القمر ما خلى بيها نعم إيه ما خلى بيها عافية أبو جاسم يعني أدى كفى ووفى أنا بالنسبة إلي بعد رأي الفني ما أعرفه يعني بس أنا كرئيس اللجنة التنظيمية لا والقامات هم قامت حجي يعني بعد هو أداءك يستاهل والله ملا محمد يستاهل سيدنا يعني يستاهل صراحة لأن دربتوه لا مو لأن دربنا لأن هو الرجل مثقف نغميا ومؤدي صح يؤدي صح زين أدى هذا يشتغل أنا رادوديان قمت لهم الأخ محمد كان والأخ الذي من البصرة كان أبو عبد الله راح قبل أقدامه وأنا قمت له حقيقة أنتوا إن شاء الله لكم حذونا حذوكم بعد استقبال إن شاء الله مستقبل زاهر جدا إن شاء الله تعالى والقريض كل الجميل قرأته أعتقد ما قايليها أنه من مكاسب واحدة من مكاسب وجيها بالحسين بهذه النسخة محمد أمير لأنه هو عريف منصة ومنشد أحيانا إن شاء الله واعتقد هذه الرده اول مره انا نصحته شويه همراد لا شوية. لا انا نصحته بالبدايه بما انك تعتقد وانا كذلك اعتقد ان اذكى رادود الى الان اجى اذكى ملا هو انت ذكي عرفت تختار شنو يعني حتى تكون رادود اكو عده اضلع والا هذا المثلث ما راح يكتمل انت اخترت اجمل قصيده يعني قصيده جميله فصحى والاداء كان جميل أنا قاعد أعطيك الإيجابيات طبعاً أداءك يعني جداً جميل فأنت ذكي أنت ذكي شكراً لكم إيه أبو مريم طبعاً أنا نصحته بلجنة فرز الأصوات نعم كنا قاعدين يمك قلت له أبقى على الإنشاد لأن يعني إحنا عندنا مشكلة بالإنشاد إهمال أكو بيه كثير مال هواي نعم يعني الروادي اللي تقول لهم تعال سوي لك فرحي ما شاء الله لا وين انا زين ولبسوا ملون زين رحمه عندنا رحمه جماعه حجي زين لا انت هم طاق الستره يعني مغيرها شوي ما فارغين عندهم مجالس حجي ها عندهم مجالس ما فارغين بس الستره يعني يقرون اناشيد وكذا بس هو بالنتيجه انا انصحته هو ذكي انه مجال الانشاد الحسيني الحقيقي مو هذا الطربي اللي نزل جديد انه ما عندنا منشدين وهو متمكن وراح يصنح في شيء اذا بقى استمر على هذا المنوال وان شاء الله احنا واقفين وياه ما نعوف ان شاء الله تعالى نعم اساتذتنا استاذنا الوندي تفضلوا يشرفني ان اكون حكما يراقب اداء محمد امير عبد الحسين ما شاء الله انتم الشرف يعني بيني ما بين الله انتم الشرف لسبب لعله الأخوة ما يعرفون أنه محمد أمير حامل شهادة ماجستير ما شاء الله ما شاء الله بركة أبي عبد الله الحسين صلوات الله الماجستير شنو عندك؟ هندسة اتصالات ما شاء الله ويصبح رادودا شوفوا احنا وين وصلنا أنه حملت الشهادات العليا بدأوا يصيرون رواديد صراحة أستاذنا العزيز هي رسالة الحسين إنه تستطيع أن تجمع ما بين شيئين الدين والعلم وجزء من رسالة وجيها بالحسين صراحة اللي استفدت من عدها هو العلم والدين والحمد لله وكل ما الحمد لله الله شرفنا به هو ببركة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه ولا محمد هذا وقلت لك ذكي ولكن نعم أنت تدري على الولكن ما أنا منتظر ولكن أي ولكن أنا
بالنسبة لمسألة النغم شوفيني عنصري جدا، فأنت ما محتاج أن تأدي بطريقة القدود الحلبية السورية وأنت ابن العراق الزاخر بالنغم، ما محتاج. فبما أنه أنت من حملة الشهادات العليا، يعني أنت قريب على أن تأدي أو تعرف منابعك النغمية الأصيلة، وخصوصا أنت وين صاير؟ مركز الفرات الأوسط. فألاحظ وأنا أقول دائما أنه يجب أن تكون علقة للردة أو الإنشاد الديني ابن منه؟ ابن بيئته ومحيطه. شوفينية هي طبعا، ولكنه منتجة. احنا ما محتاجين للحجاز اللي يتأدى مكان آخر، هي مو بس القدود، أماكن أخرى تجي تسمع الروحية. روحية مو عراقية، شبيه الحجاز، مليون حجاز عندنا بالعراق، سواء بالمقامات أو سواء بالأطوار الريفية أو حتى أطوار البادية، هي حجازات حزينة جدا. ليش ما نسحب منها؟ نكون أكثر ذكاء ووفاء لبيئتنا النغمية. هذه مو لك ترى، بس أنا أتوسم بيك لأنه أنت من حملة الشهادات العليا، زين، أن تكون أول المبادرين، ولأنه أنت تلفظك ومخارج حروفك واضحة جدا. إذا ردت تأدي التواشيح باللغة الفصحى فأنت أقرب الناس إلى الأداء المتمكن. موفق ملا محمد، طولت وياك. شكرا لكم، جزاكم الله خير الجزاء. نعم دكتور مخلص، تفضلوا. حبيبنا ملا محمد أمير، صوت جميل دافئ مليء بالعروب والتريلات، الحساس اللطيف الجميل الناعم، واستعمل مؤثر فورماته مع الديكريشندو اللي هذا نادر ويمكن الوحيد اللي استعمله بالمسابقة. الربط بين الرئيسة والنزل كان بفاصل أو بمقدمة لطيفة، مهدة الإيقاع كان جيدا، شخصية مهذبة متواضعة يليق بها أن تكون من رواد الإمام الحسين، من رواديد الإمام الحسين. شخصية الردود التقنية، الملقن للجمهور، بينبه للجمهور بلقنه الكلمة، بلقنه اللحن، وهذا اللحن هذه مهمة جدا، مليء بالأحاسيس، كل ما يحتاجه الردود موجود عند محمد أمير. شكرا لكم. تعالى ياخذ بيدك. نعم أبو زكريا تفضلوا. شكرا جزيلا سيدنا، وشكرا لسيد محمد، الله يحفظك. يعني محمد أعطفت صورة، عادة ما نقول ليس المهم كم يحمل المؤدي من نسبة في الخصائص اللي يمتلكها، كم هي نسبة التوظيف لما موجود عنده، هذا المهم. محمد مو أقوى صوت، كل من شارك قبل الآن في هذه الحلقة هم أقوى منه صوتا كقوة وقد مساحة أكثر من عنده، ولكن نسبة التوظيف اللي وظفها محمد، هذا الذكاء وهاي الثقافة. ولذلك احنا دائما نقول القاعدة العلمية اللي تقول اعرف صوتك، من تعرف صوتك تعرف أدواتك، تتعرف عليها بشكل علمي دقيق، راح تعرف كيف توظفها، وإذا عرفت كيف توظفها راح تعرف كيف تقدم نتاج سليم وصحيح ومقنع. فهو قدم أداء سليم، أداء راكز، أداء متزن، أداء رصين، أداء متماسك، أداء منسجم. والميزة أيضا اللي تميز محمد اللي هو قرأ بالفصيح، وكان فصيحا في نطقه للكلمات. نعم. والأبيات والحروف كذلك أستاذي. هذا يعني هذا أيضا يحسب إليه. فأحسنت يا محمد، والله يبارك بيك. والعزة شوي يحتاج لحرارة، مو تحكي بصوت ناصي، قرب على المايك وقوي صوتك وقول يا الله 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 بيه الله الله بيه. ورد أبو جاسم توكل. الله الله هاي. شكرا للجنة. نعم إذا حجينا أبو مريم، إيش قد رقم التسلسل لمحمد أمير؟ رقمه 58. يا الله، رقم التصويت لك 58. سيد حجي. فاقد الحبيب بس أبلع عليه كل ما شئت. أقول أشوف حج عماد هو ينحاز للملة. لا أنت ممكن أنا من العشاقة، بس كلهم خدام الحسين وكلهم أولياء وكلهم أصوات حلوة يا سيد. أنا من عشاقة حبيبي، ماشي من عشاقة أنت؟ أي. نعم يا
يعني بس عباك انت بس انت عندك صوت مثلا وفوق كل ذي علم علي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وآل محمد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله 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 وفق إن شاء الله حبيبي. بارك الله فيكم. بارك الله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. إذا رأيتموني أستحق فصوتوا لي على الرقم 58.